باب، نعم باب. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، إذن هناك قال إطعام الطعام من الإسلام، هنا قال من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا لما استخدم البخاري هنا قال ذكر الأشياء ونسبها إلى الإسلام، بينما هنا ذكر الإيمان ثم ذكر تفريعه. هنا هذا من باب التنويع في العبارة، من باب التنويع في العبارة. نعم، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلق قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، إذن هنا أمر آخر من الإيمان، وهو ماذا؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظر نفسك يا عبد الله اتجاه إخوتك في الله، وليس فقط أخيك من أمك وأبيك بل إخوتك في الله. هل تحب أنت لهم ما تحب لنفسك أم هناك فرق وتنويع؟ فإن كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فقد أتيت بخصلة من شعب الإيمان. أما أن تكون لست فقط تحب لأخيك ما تحب لنفسك بل تكره لأخيك أن يحصل ما حصلته أو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، فهذا داء خطير إن أصابك قتلك، وهو داء الحسد. وللأسف فإن كثيرا من الناس إذا رأى عندك نعمة غضب واحترق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما احترق؟ لأن فلانا قد حصل أشياء لم أحصلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا باثنتين، وهنا أي لا غبطة، بمعنى تمني ما عند الآخر من الخير. فهل ذكر الدنيا أم ذكر الأعمال الصالحة؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، إذن هو يعمل أعمالا صالحة. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، إذن يتمنى المرء ما عند غيره من الأعمال الصالحة ويحترق على تحصيلها، ولكن لا يتمنى أن تزول هذه الأعمال الصالحة عند غيره، بينما في الدنيا لا يبالي هل حصل قصرا بيتا سيارة، لا يلتفت ولا يفكر بها ولا يخطر بباله. هذه هي النفس الرضية والنفس الطيبة، بينما العكس عندما ترى فلانا يتقدم في العلم يقول ما شاء الله لا بأس، لا يحترق أنه سبق بالعلم حتى يتنافس هو وإياه على العلم، ولا يتمنى أن يزول ما عنده من العلم، هذه مهمة. وفي نفس الوقت في الدنيا لا يسأل، هذا هو ما دعا إليه الشرع. فهنا ملاحظة مهمة نتنبه إليها. فهناك رواية عند أحمد في الجزء الثالث صفحة 176، وعند النسائي في المجتبى الجزء الثامن صفحة 115، وهي عند شيخنا في الصحيحة رقم 73، وفيه زيادة من الخير ما يحب لنفسه من إيش؟ من الخير، مع أن السياق لا يقبل ولا يرضى إلا كلمة من الخير، ومع ذلك جاءت رواية تؤكد
أنك لا تتمنى لأخيك من الشر. إنسان سجن تقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من السجن، معاذ الله من الخير. فهذه دلالة مفهومة من السياق والسباق، ولكن جاء التصريح بها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في قوله لا يؤمن هذا نفي، وكما مر معنا في دورة ومبحث الإيمان أن هذا نفي لكمال الإيمان، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لم تؤمنوا بمعنى كفرتم؟ لا، انظر إلى تتمة الآيات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأثبت أن لهم الإيمان، ولكن نفى عنهم الإيمان العالي، فهذا إيمان الضعفاء. فهنا لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل الإيمان العالي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لم يتصف بهذه الصفة لا يكفر، ولكن إيمانه ضعيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.